التجهيزات الفنية واللوجستية التي يضمها هذا المركز. طبعا دي أول مرة نزور فيها مرة ثانية، مش عايز أقول إن احنا بلا مبالغة تفاجأنا بالدولة، الشعب والكرم والأصالة والضيافة، تفاجأنا بنقاوة هذا الشعب الشقيق الذي كنا نجهله إلى حد كبير، تفاجأنا بالتجهيزات التي جرت على قدم وساق خلال فترة وجيزة لا تستطيع أي دولة أن نهوض بها خلال بضعة أشهر، فما بالنا بموريتانيا التي تتحمل وتحمل عبء مسؤولية الجامعة العربية وإدارة مؤسسة القمة بكل مجالسها خلال العام القادم إن شاء الله. المركز الصحفي الذي نحن فيه الآن تتمتع بدرجة عالية جدا من الترتيبات والتجهيزات والتقنية التي لا تقل عن أي دولة، أي دولة استضافت القمة مرات كثيرة ولا تقل عن أي دولة غنية أو سريعة أو متقدمة. النت الذي أو شبكة الاتصالات التي تتواجد في موريتانيا أعتقد أنها تتفوق على العديد من الدول الغنية. نحيي القيادة الموريتانية بالدرجة الأولى، ونحيي هذا الشعب الأصيل الذي مش عايز أقول أفرط في كرمه وأفرط في وده، هذا عهدنا بشعب ينتمي إلى العروبة وأصالة الإسلام. المركز الإعلامي هنا مركز ممتاز وبيقدم كل الخدمات، وبنشتغل براحتنا في المركز، ونحن ممتنين لهذا المركز بالفعل. أما بالنسبة للاستعداد إلى القمة، فأنا برى أنه الاستعدادات بتجري على قدم وساق وباهتمام شديد وبحرص على أن تكون الاستعدادات داعمة للقمة ولأهداف القمة وللخروج منها بنتائج جيدة. نحن نأمل كما تأمل موريتانيا وكل الشعوب العربية في أن تكون القمة دائما فاتحة لاتخاذ قرارات تدعم العمل العربي المشترك وتحل الأزمات العربية. أول مرة أزور موريتانيا وجدت بلدا جميلا مضيافا شقيقا لأنه يتحدث اللغة العربية، ويعني هو بعيد في الجغرافيا، ولكن يجب أن تحرص القمة العربية على أن تجعله قريب في الوجدان وفي المشروعات وفي التكامل وفي التعامل ما بين الدول العربية وبعضها. نحن هنا طبعا في إطار فريق إخباري تنسيقي هندسي يتبع اتحاد إذاعة الدول العربية، نشارك في تأمين التغطية الإعلامية لفعالية الدورة 27 للقمة العربية اللي تحتضنها نواكشوط، وطبعا هذا الفريق يعمل بالتنسيق الوثيق والتعاون الوثيق مع المهندسين والإخباريين وكل الجهات المكلفة بالبث في شركة البث التلفزي الموريتاني، الإذاعة الموريتانية والتلفزة الموريتانية، حتى تتكثف الجهود لإنجاح فعاليات التغطية الإعلامية لفعاليات هذه القمة. في المركز الإعلامي وجدنا بكل يعني سرور هذا المركز مجهز بكل التجهيزات المطلوبة لاستقبال وفود الإعلامية التي ستشارك في التغطية الإعلامية. بالنسبة لنا احنا طبعا كفريق اتحاد، كل التعاون مع المهندسين والجهات المسؤولة كلها في جهات البث الموريتانية، وكل التنسيق موجود أيضا حتى تكون التجهيزات متوفرة وحتى يتم تأمين البث لمختلف فعاليات القمة نحو التلفزيونات والهيئات العربية الأعضاء في الاتحاد، وكذلك نحو الاتحادات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الآسيوي. ونأمل أنه إن شاء الله تكون قمة ناجحة وتخطيطها أيضا الإعلامية تكون تحقق الانتشار والإشعاع الذي تتطلع إليه موريتانيا وكل الهيئات. جايين وكلنا أمل، كما هي قمة الأمل نجاح القمة، كل الدعم وكل الحب لدولة موريتانيا والشعب موريتانيا من أجل إنجاح القمة، لسيما بعدما رأينا طيبة وحفاوة وكرم شعب دولة موريتانيا، هذا حقيقي لا مجاملة فيه. احنا شايفين المركز الإعلامي مجهز بتجهيزات كاملة، بالفعل لا مبالغة ولا مجاملة، لكم كل ما نرغب فيه متوفر، أجهزة حاسبات، طابعات، اتصالات، خيام مجهزة مكيفة، أيضا كل وسائل التي يرغب بها الزملاء يتم التزويد بها حالا. كل أعضاء اللجنة الإعلامية سواء من وزارة الثقافة، من وزارة الخارجية، من أي جهة أخرى، من إذاعة، التلفزيون، الصحفيين، الصحافة الإلكترونية،
أراهم فعلا مسخرين من أجل خدمة وراحة الضيف الذي جاء إلى نواكشوط أو إلى موريتانيا لتغطية فعاليات القمة العربية في دورتها العادية 27. نحن نبتكر أنه المؤتمر الأول المركز الإعلامي هذا اللي تم تشييده نحن يعني نبتكر أنه يلبي طلباتنا، ونحن جينا قبل 3 أيام تقريبا مع أخواننا الفنيين والمهندسين في الإدارة الفنية في التلفزيون وفي التي دي ام وأيضا في الإذاعة لوضع اللمسات ووضع التجهيزات الخاصة بهذه التغطية. فالحمد لله وجدنا كل التعاون كبير جدا ومثمر والتنسيق كامل ما بيننا، والحمد لله وصلنا الآن تقريبا نحن في وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز هذه التغطية. الحمد لله عندنا طبعا التغطية حتكون الإشارات كلها نحن وصلنا هنا في المركز وهي المركز الهندسي، ونحن مجندين كل القنوات بتاعت الاتحاد على الأقمار الصناعية وأيضا على الشبكات الجديدة للاتحاد اللي هي شبكات الكونتين ديليفري نتورك اللي هي CDN، بنبعت ستريمينج وأيضا عن طريق الإنترنت وأيضا عن طريق السواتل. فعندنا حوالي تقريبا موجود عندنا حوالي 6 قنوات ساتلية لهذه التغطية، لتغطية القمة نفسها ولاستجابة لطلبات الهيئات للرسائل الثنائية. كما عندنا أيضا 4 قنوات بتاعت شبكات CDN اللي هي الستريمينج لبحث أيضا إرسال إضافية، إنه يكون عندنا حوالي تقريبا حوالي 10 قنوات متوفرة الآن للاستجابة لهذه الطلبات القمة، تغطية القمة العربية من ناحية الجماعية والناحية الثنائية.